الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا عليم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، وصلنا إلى الدرس 40 إلى قوله رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الكلام على السمعيات. ولما فرغ الناظم من الكلام على الإلهيات والنبويات، وذكرنا أنهما قسم العقيدة الإلهيات والنبويات، والإلهيات ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى وما يستحيل في حقه وما يجوز، وكذلك ما يجب في حق الأنبياء وما يستحيل وما يجوز. والآن ننتقل إلى الكلام على السمعيات، وذكرنا أنها الغيبيات. شرع في الكلام على السمعيات فقال: ويجب الإيمان بالذي ورد عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المولى المهيمن الصمد، كالحشر والصراط والميزان والبعث والثواب في الجنان. وهنا قوله كالحشر إشارة إلى أنه لن يذكر جميع هذه السمعيات، وإنما سيذكر بعضها. والحور والولدان والأملاك والأنبياء والجن والأفلاك. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليك أيها المكلف، والمكلف ذكرنا أنه البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، هذا تعريف المكلف عموما، وإلا فيعني الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر تفصيل، خاصة فيما يخص بلوغ الدعوة. قال: ويجب عليك أيها المكلف الإيمان، أي التصديق. الإيمان هو التصديق مع الإذعان، يعني لا يكفي مجرد التصديق. فكفار مكة بعضهم كان مصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله، لكنه لا يذعن تكبرا، فهذا لا يسمى مؤمن. المؤمن لابد أن يكون مصدقا ومذعنا، يعني مستجيبا، نعم، ومطيعا، يعني قابل للطاعة. ولو لم يطع الله سبحانه وتعالى بالصلاة وإلى آخره، لكنه يعترف بذلك. أما إذا أنكر حق الله سبحانه وتعالى عليه من صلاة وزكاة وغير ذلك فليس بمؤمن. فالمؤمن هو القابل للطاعة، هو الذي يصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتفاصيل العقيدة، ثم وإن ترك بعض هذه الأوامر وهذه الواجبات لكنه لا ينكرها. وعليه فتارك الصلاة لا يكفر على قول الجمهور من العلماء، لا يكفر، وإنما هو مؤمن عاص، هو مؤمن عاص. وكذا من ترك غير الصلاة، نعم. قال: أي التصديق بالذي ورد، أي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق به. من المولى، أي من الله سبحانه وتعالى. المهيمن، أي الرقيب على مخلوقاته. الصمد، أي المقصود في الحوائج على الدوام. كالحشر، الآن بدأ يعني يذكر بعض هذه السمعيات. كالحشر، يعني وذلك الوارد عنه من المولى مثل الحشر وما عطف عليه. والحشر هو سوق الناس جميعا إلى الموقف. الحشر ما هو؟ هو سوق الناس جميعا إلى الموقف لفصل القضاء بينهم، يعني يوم القيامة، بعد إحيائهم وإخراجهم من قبورهم.
يعني بعد إحياء الناس من جديد بعد موتهم، يحييهم الله سبحانه وتعالى، ويحشرون ويساقون إلى الموقف. الموقف هو المكان هذا الذي سيحاسبون فيه، والموقف هو الموضع الذي يقفون فيه من الأرض القدس المبدلة التي لم يعصى الله فيها عليها. يعني الأرض القدس يعني الأرض المطهرة، القدس هنا بمعنى المطهرة. الله سبحانه وتعالى يأتي بأرض لم يعصى عليها فيحاسب الناس فيها. قال: والصراط، أو الصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم. الصراط هو جسر ممدود، كما ذكر البعض هو أرق من الشعر وأحد من السيف. هو جسر ممدود على ظهر جهنم ليمر الناس عليه، يعني هو فوق جهنم، وضعه الله سبحانه وتعالى فوق جهنم يمر عليه جميع الناس. وذلك قوله: وما منكم إلا واردها، يعني كل الناس ستمر على هذا الصراط وتمر فوق جهنم، لكن بعضهم يسلم وبعضهم يسقط والعياذ بالله. إذن والصراط هو جسر ممدود على ظهر جهنم ليمر الناس عليه، فالمؤمنون الطائعون تثبت عليه أقدامهم فيمرون عليه إلى الجنة، فيمرون عليه إلى الجنة. والكفار وبعض عصاة المؤمنين تزل أقدامهم عنه فيسقطون في جهنم. واضح. المؤمنون الطائعون جعلنا الله منهم تثبت عليه أقدامهم فيمرون عليه إلى الجنة، يعني بعد المرور على الصراط يجدون أنفسهم في الجنة أو أمام الجنة. والكفار وبعض عصاة المؤمنين تزل أقدامهم عنه فيسقطون في جهنم والعياذ بالله. وفي الصراط طاقات، يعني منافذ، كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم. وجبريل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيما أفنوه، وعن شبابهم فيما أبلوه، وعن علمهم ماذا عملوا به. عافانا الله وإياكم. قال: والميزان. الآن ينتقل إلى الحديث عن الميزان. تلاحظون أنه يسرد ذلك سردا ولا يفصل القول في ذلك، لأن ذلك يتناسب مع المبتدئين، فيعني المبتدأ يحتاج إلى ذكر المسائل ذكرا سريعا حتى يعني يستأنس بهذه المعلومات، ثم في المستقبل يأتي التفصيل أكثر فأكثر، سواء كان ذلك في هذه المعلومات أو في الأدلة كذلك. قال: والميزان وهو واحد على الراجح، يعني ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، ومحله بعد الحساب، يعني بعد الحساب يأتي الميزان. ولا يكون الوزن في حق كل أحد، لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة، يعني ليس كل الناس أو المخلوقات يعني المكلفين ستوزن أعمالهم، فالأنبياء والملائكة لا توزن أعمالهم، ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب. كذلك الذين سيدخلون الجنة بغير حساب جعلنا الله منهم لا توزن أعمالهم. قال: والبعث، ويعبر عنه بالنشور، وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء في أول العمر إلى آخره، لا ما هو كالظفر. يعني مثلا المراد بجمع أجزائهم الأصلية، يعني لا يتم جمع مثلا الظفر أو الشعر الذي يقص في كل مرة،
يجمع ما هو أصلي في الإنسان. يعني الظفر لا يجمع الظفر الذي أوتي الإنسان في كل حياته، لا، وإنما يجمع المقدار الذي يتناسب مع الجسد، سواء كان في الشعر أو الظفر. قال: ولا فرق في البعث والحشر بين من يجازى وهو الإنس والجن والملائكة، وبين ما لا يجازى كالبهائم والوحوش. يعني كلهم سيبعثون ويحشرون، أما الفرق في الحساب والميزان. وأما السقط نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.